سؤالك يا أستاذ باسم. أسئلتك رح تكون مؤذية بعرف. ببساطة. أيوة. هلا اللي عم ينعرض. في غلطة كبيرة أنت بعد ما عملت هذا العمل اللي هو 80-90 حلقة. شو هي الغلطة الكبيرة اللي أنت بعد ما شفته قلت يا ريتني ما عملت؟ كم ممثلين، مخرج، مع احترامي للمخرج رفينا وحبيبنا. الغلطة الكبيرة اللي عملتها إني ما قلت لك تيجي تشتغل معنا. هي أكبر غلطة عملتها بهذا العمل. ربيت؟ بس رح صلحها. رح صلحها. باكل ولا ما باكل؟ كول. ورح آكل معك. لحظة لحظة، لا لا، بس لألك شغلة. أنت أنا فهمان عليه. هذا رفيقي أكثر حدا سلال بالشلة كلها. واصل له شغلة عني وجاي يصطادني فيها. ما رح خليك تصطادني فيها ميلاد وحياتك. صحة! بس الشارب اليميني، الشارب اليميني. ايوه هبتي.